معانا زميلنا العزيز كريم احمد عشان نعرف منه بقى كل الاخبار وكل الكواليس والجديد بقى واللي احنا مش شايفينه من اللقطات المصوره لكرو بعثه قناه الاهلي مع الفريق في تطوان، وان شاء الله بكره عندهم تحرك مساء الغد الى طنجه استعدادا لمواجهه اوكلاند سيتي. كريم مساء الخير عليك، وعايز اطمن عليك وعلى البعثه والاخبار هناك عندك في المغرب، وانت محسسني ان الجو في اليابان بس الاجواء اكيد ممتعه بالنسبه لك ولكل افراد البعثه يا كريم. طبعا مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم. يعني احنا قريبين جدا الحقيقه محمد من الجو الخاص باليابان، اجواء متقلبه بشكل كبير، ويمكن الطقس هنا حاجه يعني زي ما انت شفت وسردت يا محمد بشكل كبير، لكن عايز اقول لك في لحظات بسيطه جدا تلاقي الشمس، تلاقي سيول، تلاقي الثلج، تلاقي الشمس تاني. جو الحقيقه يعني صعب جدا على المعيشه بشكل كبير، لكن جو كروي رائع وممتاز الحقيقه. لكن زي ما انت قلت يا محمد يعني لو ليه تاثير على ارض الملعب هيبقى فيه صعوبه شويه، لكن بنامل ان شاء الله باذن الله موعد المباراه 8 مساء هنا بتوقيت المغرب يتساب توقيت القاهره يكون الطقس هادي شويه، ما بقاش فيه امطار، البروده ممتعه جدا، لكن الامطار الحقيقه ممكن تسبب قلق شويه بالنسبه لتنفيذ الجمل التكتيكيه لمستر كولر مع لعيبه النادي الاهلي، لكن بنامل بمشيئه الله ان شاء الله تكون الظروف والمناخ في صف النادي الاهلي كالعاده. طبعا محمد بنطمن من خلالك كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي على حاله اللاعبين، تركيز اللاعبين في فندق الاقامه، الترتيبات طبعا الخاصه بالغد وبعد غد بالنسبه للمباراه. يعني النهارده محمد كان التدريب الثاني لفريق النادي الاهلي كالعاده على ملعب سنيه الرمل بي تطوان. يعني اقدر اقول لك مستر كولر بعد التقلبات الرهيبه جدا اللي شهدتها طبعا تطوان وشهدتها ملعب سنيه الرمل، يعني حاول ان هو يقلل شويه الفقرات التدريبيه لان كان في هواء شديد جدا مع الامطار، فانت عارف ممكن اي لعيب يتعرض لنزل برد، لكن لو تعرض دي هتبقى شديده جدا في ظل هذا الطقس، لان فندق الاقامه نفس الامر الجو صعب جدا، انت من المطعم الى الغرف ده اللعيبه بتتحرك فيه، ما تقدرش ان انت تتحرك في اي جزء من فندق الاقامه نظرا طبعا لسوء الاحوال الجويه والبرد الشديد والطقس المتقلب بشكل كبير. لكن على الجانب الفني الحقيقه رغم الطقس اللي كان سيء النهارده ولم يستكمل التدريب، لكن اقتصر الحقيقه مستر كولر بعض الفقرات التدريبيه، بعض ايضا كمان فقرات البدنيه، يعني ضغط التدريب شويه خوفا زي ما اكدنا وقلنا على تعرض اي لعيب للبرد. لكن الغد بمشيئه الله محمد طبعا يعني يكون في اختلاف كبير من موعد التدريب، امور عديده جدا ويوم شاق الحقيقه غدا بالنسبه طبعا للبعثه بها الكامل. اقدر اقول لك غدا بمشيئه الله يكون تدريب فريق النادي الاهلي في الخامسه مساء بتوقيت المغرب مباشرة عقب انتهاء التدريب. تم طبعا الترتيبات الخاصة بتحرك فريق النادي الاهلي الى طنجة، حجز فندق الاقامة الثاني في طنجة، امور ترتيبية وادارية تنظيمية طبعا زي ما احنا عارفين بتتم على اعلى مستوى بالتنسيق مع الكابتن سيد كابتن سمير عدلي، كل الامور طبعا الخاصة المهندس خالد مرتجي طبعا كالعادة، ومنها بمشيئة الله ان شاء الله يعني يمكن عندنا معلومة لكن لسه بنتأكد منها، يعني وصلتنا معلومة ان ممكن لعيبة النادي الاهلي او الجهاز الفني ان هم يروحوا حتى يشوفوا أرضية ملعب ابن بطوطة، فيا رب يكون هذا الأمر صحيح بالنسبة طبعا لبعثة فريق النادي الاهلي، لأن أنت عارف يا محمد مش هتتدرب بس على الأقل تحاول ان أنت تشوف أجواء الملعب، تشوف المحيط، تشوف الملعب واسع، الملعب ضيق بالعين طبعا المجردة، لكن يا رب إن شاء الله تكون خطوة جيدة هتساعد بشكل كبير جدا حتى لو الجهاز الفني قدر ان هو يشوف الملعب هيقول هيشرح للعيبة، فده أمر مهم جدا كنا حابين طبعا من خلالك ان احنا نشرحه لكل طبعا مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان. اجواء طيبه، اجواء طبعاً مميزه جدا بالنسبه للاستعدادات الفنيه، لكن على الجانب الاخر الاجواء صعبه جدا بالنسبه للطقس يا محمد. طيب عايز اتكلم معاك على اجتماع الكابتن محمود الخطيب النهارده صباح اليوم في مقر البعثه، وابرز الموضوعات اللي ممكن يكون يتكلم فيها الكابتن الخطيب مع اللعيبه مع الجهاز الفني، واعتقد كانت في رسائل معنويه وايجابيه وقدامنا حتى على الشاشه وانت هتسرد اكيد كواليس هذا الاجتماع يا كريم، يعني لقطات خاصه لاجتماع الكابتن مع كل افراد الجهاز الفني واللاعبين. بالتاكيد يا محمد طبعا يعني كان لابد ان يكون في اجتماع من الكابتن محمود الخطيب كرئيس مجلس الاداره ورئيس البعثه في كاس العالم للانديه في البدايه، لان انت خلاص من الغد خلاص دخلنا في الجد زي ما بنقول بقى من تدريب الغد تدريب الرئيس الفريق للنادي الاهلي، هيكون خلاص بقى الامور واضحه بشكل كبير، الاستعدادات الفنيه هتنتهي، فكان لابد الكابتن محمود الخطيب يكون متواجد مع بعثه النادي الاهلي بالكامل ولاعبي النادي الاهلي. كالعاده الكابتن الخطيب الرسائل التحفيزيه، التحفيز لجمهور النادي الاهلي، الجمهور اللي منتظر الفرحه ومنتظر يشاهد لعيبه النادي الاهلي، يعني اكيد ابذل كل ما في وسعك، وده الحقيقه اللي اتقال طبعا من الكابتن محمود الخطيب، ابذل كل المجهود توفيق ربنا يكون معاك، ده اللي احنا بنستناه من لعيبه النادي الاهلي، الالتزام مهم جدا، الظهور بالصوره التي تليق باسم النادي الاهلي في تحركاتنا في فندق الاقامه مجرد وصولنا الى طنجه، كل الامور دي الحقيقه اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب. وايضا كمان انت عارف محمد يعني الاستيعاب بالنسبه لعيبه النادي الاهلي بيكون كبير جدا لما القيمه الكبيره بقيمه الكابتن محمود الخطيب بتتحدث في هذا التوقيت وقبل انطلاق بطوله كاس العالم للانديه. بطوله افريقيا طبعا بيكون حديث، بطوله ايضا الدوري العام بيكون في بعض المباريات بنشوف الكابتن بيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، لكن في كاس العالم للانديه الامور بتكون مختلفه، لابد يكون كل لاعب من النادي الاهلي مستوعب
الجماهير الكبيره جدا، جمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي اللي منتظر كالعاده طبعا كل لعيبتنا تفرحوا. فكانت مهمه جدا يا محمد ان يكون في جلسه سريعه ما استغرقتش وقت طويل، لكن كان فيها رسائل عديده جدا وبالتاكيد وصلت للعيبه النادي الاهلي، وبنتظر مردودها يا محمد بمشيئه الله يوم مساء الاربعاء بمشيئه الله 8 مساء يا رب. يا رب ان شاء الله 90 دقيقه تنتهي على خير ويصعد النادي الاهلي في المباراه الاولى ومنها ان شاء الله الى الادوار القادمه يا محمد. طيب هختم معاك بسؤال مصر كلها اكيد عايزه تساله لك، مش انا بس لو عندك فيه معلومه رسميه، هل الجهاز الفني استقر على القائمة النهائية المختصرة دلوقتي ولا لسه هنستنى للثانية 10 من مساء اليوم عشان نعرف في القائمة الـ 23؟ لا يعني في انتظار يا محمد ان شاء الله النهارده خلاص، يعني اقدر اقول لك هي حسمت بالنسبة طبعا للجهاز الفني، لكن الاعلان فيها هيكون مساء بمشيئة الله ان شاء الله. الكل جاهز، الكل على قلب رجل واحد، اي حد يكون متواجد في القائمة ان شاء الله بمشيئة الله يقدر باذن الله بالجهد والاصرار الكبير يسعد كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي في المغرب مع بعثه فريق النادي الاهلي المشاركه في كاس العالم للانديه، كل الشكر ليك على هذه المعلومات والايضاحات من كواليس ومعسكر فريق النادي الاهلي في مدينه تطوان.